أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أنه احترازيا وكإجراء استباقي للحفاظ على ما حققته الجهود الوطنية من تقدم في التصدي لفيروس كورونا، وبعد العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية فقد تقرر الانتقال احترازيا للمستوى الأصفر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا بدءا من يوم الأحد الموافق 19 من ديسمبر 2021 ولغاية يوم الاثنين الموافق 31 من يناير 2022. الفريق الوطني الطبي أوضح أنه تم اتخاذ هذا الإجراء احترازيا بالرغم من عدم انتشار المتحور الجديد أوميكرون في المملكة، بهدف مواصلة جهود الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال وضع الخطط الاستباقية وفق كافة مسارات التعامل مع الفيروس.